فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من أنواع العبادة الظاهرة كالجهاد وبر الوالدين والإحسان. السؤال: هل من يقوم بالإصلاح بين الناس يعد من أفعال العبادة؟ نعم، الشيخ لم يذكر هذا على سبيل الحصر، وإنما ذكره أمثلة فقط. وبعدما عرف العبادة بأنها اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، والإصلاح بين الناس لا شك أنه مما يرضاه الله ويحبه الله عز وجل، فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال فإنه عبادة، والإصلاح بين الناس داخل في ذلك. نعم.